نروح لمجلس النواب اللي بيناقش في لجنة مشتركة من الزراعة والري والتشريعية والدستورية خلال الأيام المقبلة. مشروع مهم الحقيقة، مشروع مهم لأنه يختص بالحيوان، ولكن هو بيختص بسلامة الإنسان. بمعنى قانون، أو بيتم النظر في مشروع قانون بإصدار تشريع بينظم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. مين مننا ما بيشوفش شباب واقفين على الناصية ماسكين كلب شرس أو بيتمشوا بيه وبيهزروا بيه، وبتلاقي فيه سيدات وفي أطفال بيعدوا، أو حتى رجالة بالمناسبة يعني، والكلب اللي في ايده بيهزروا مع بعض ويقوم جاي سايب الكلب ده. الواحد بيبقى ماشي ركبه بتخبط يعني، فبصراحة يعني. فالفكرة كلها ان ده شيء كان محتاج لتنظيم ومحتاج الى شيء، كان في مجموعة من اللوائح ان يكون في زي رخصة، يكون في لوحة معدنية بتتعلق على الكلب، والكلب اللي مش معاه الرخصة دي هيتصادر، وان لازم يكون في مجموعة من الاجراءات. نفهم ده من دكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين. دكتور خالد مساء الخير يا فندم. مساء النور دكتور خالد. ازي حضرتك؟ ازي سيادتك يا فندم، الله يسلم حضرتك. ازاي حضرتك شايف ان بالفعل احنا في حاجه الى قانون بينظم اقتناء الكلاب الشرسه؟ ده انا بشوف اشكال كلاب والله الواحد بيخاف يعدي من جنبها. تسمح لي بس في البدايه ان انا اهني شعب مصر بثوره 30 يونيو الذكرى الثامنه ليها، وبهني فخامه السيد الرئيس على ذكرى ثوره 30 يونيو، لانها يعني نقلت مصر، رجعت لنا البلد ورجعت لنا مصر ورجعتنا الحضن بلدنا تاني. واتقدم بالتحيه والرحمه لكل شهداء مصر من الجيش والشرطه العظام الذين يعني ينطبق عليهم. وحضرتك طيب يا فندم بخير، اتفضل يا فندم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. برحب بحضرتك، والموضوع اللي حضرتك بتقوله موضوع فعلا مهم، لانه زي ما حضرتك قلت في البدايه والمقدمه انه احنا بنحافظ على الانسان من خلال حفاظنا برضو على الحيوان. واذا كان طبيب الطب البشري هو طبيب الانسان، فطبيب البيطري هو الطبيب الانسانيه، لانه بيرعى الانسان والحيوان على حد سواء. بيرعى الحيوان من خلال ان هو بيعالجه من امراضه وبيحميه وبيتعامل معاه وهو كائن يعني طبعًا. ما بينطقش وما بيقولش ايه الاعراض اللي عنده طبعًا. بالاضافه ان هو بيرعى الانسان ويحميه، لانه في اكتر من 300 مرض مشترك ما بين الانسان والحيوان بتنقل والعكس. دور الطبيب البيطري والطب البيطري وكمهنه بتقوم على الوقايه التامه من هذه الامراض اللي هي ممكن فيها امراض وبائيه وقاتله، ومنها يعني ممكن الكلاب الشرسه دي لو عضت حد او يعني جرحت حد ممكن بالتالي ينتقل للانسان امراض خطيره نتيجه العضه دي او الجرح ده. مرض السعار، لو السعار مرض طبعا. السعار احنا كنا عقدنا ورشه عمل في النقابه العامه للاطباء البيطريين، لان احنا واخدين الموضوع ده على مأخذ الجد فعلا. وحمايه للمواطن المصري برضو، لانه يعني عدد البلاغات حالات العقر في مصر تصل لنص مليون بلاغ سنويا، عدد حالات الوفيات من مرض داء الكلب هي تصل من 60 ل 80 حاله في الانسان، ودي عدد مش قليل يعني. طبعا. في الدول كتير بيبقى عدد ده كبير جدا، ويؤخذ على مأخذ الجد، لان انسان واحد يعني طبعا حياته مهمه جدا. يعني حضرتك شايف ان في مشروع القانون ان هو بيلزم حائز الحيوانات الخطره باختار السلطه المختصه حال اصابتها باحد الامراض المعديه او الوبائيه، حضرتك شايف ده تطور مهم في القانون مش كده؟ هو القانون الحقيقه يعني فيه ميزه ان هو حمايه للمواطنين وتقنين لشراء واقتناء الحيوانات برعايه طبيه، ويسمح كمان ان يكون في رعايه طبيه، لان الحيوانات دي لما تكون متسجله وليها بطايق صحيه فهيبقى في رعايه صحيه دائمه. ميزه القانون ان هو يعني الحاجات دي كانت موجوده على فكره في قرار وزاري قبل كده رقم 35 لسنه 67 في قانون الزراعه، لكن في حاجات هو ان القانون ده جه بيغلظ العقوبه وبيؤكد على ان هيبقى في عقوبه للتهاون في تطبيق البنود بتاعته، وده الشيء المطلوب الحقيقه، لان زي ما حضرتك قلت من شويه يعني في ناس بتستخف انها ترهب او ترعب طبعا بنشوف ده كتير، وفاكره ان ده يعني بيستظرفوا بالكلاب الشرسه بتاعتهم دي. طبعا طبعا. لا
طيب فكره يعني حضرتك شايف ان 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 الحبس من 6 شهور لثلاث سنين وبغرامه لا تجاوز 200,000 جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوان خطر او كلب للاعتداء على انسان، والمؤبد اذا افضى الى الموت، يعني او بالحبس، وغرامه 300,000 اللي بيستخدم حيوان عشان يرعب او يصير الرعب ما بين الناس. فشيء الحقيقه او غرامه 100,000 وحبس لكل من حاز كلب بدون الحصول على ترخيص. يعني شايف حضرتك ازاي العقوبات دي الموجوده في مشروع القانون؟ خليني اقول لحضرتك القاعده بتقول ايه، من امن العقوبه اساء الادب. لابد ان يكون في عقوبه، وتكون عقوبه رادعه وتطبق، واهم من انها تكون عقوبه انها تطبق، لان تطبيقها هيمنع او هيقلل ما نراه في الشارع المصري من تشريس واقتناء حيوانات وترويع للمواطنين، ويعني حالات كتير شفناها كلاب بتنهش في اطفال وحاجات زي كده. شفت حضرتك الفيديوهات اللي كانت موجوده، ولاد يعني لما استوقفوا طفل من ذوي الهمم وعنده اضطراب نفسي واعتدوا عليه بالكلب، وشفنا الفيديوهات دي كانت حاجه سيئه جدا. يعني ما هو ده اللي احنا بنقوله يا فندم، انه المفروض لا يعني مش بس تبقى في عقوبه، لا عقوبه ويتم تطبيقها، لان تطبيق العقوبه طبعا واعلان ذلك هيؤدي بالتبعيه لتقليل الحدث المنافي للقواعد والاخلاق والاصول والدين والاعراف المجتمعيه كامله. خليني اقول لحضرتك حاجه، في القوانين اللي سابقه والقرارات الوزاريه السابقه كان ممنوع ان الكلب ينزل مثلا مع صاحبه من غير ما يكون فيه كمامه على، ده ما بيحصلش. انا نفسي ساعات بشوف حالات يعني الناس ماشيه كده وبقول لهم يا جماعه لو سمحتوا المفروض يبقى كذا، ساعات بلاقي اجابات ومن سيدات الحقيقه يعني برضو بتبقى اجابات يعني غير متوقعه ومستفزه. والله انا بشوف جيرمان شيبرد يعني حد من الجيران في الشارع بتمشي جيرمان شيبرد، والله حاجه يعني ولا كمامه ولا حاجه، والكلب بيتمشى وبيتسلى وما عندوش مشكله خالص، وجيرمان شيبرد تخيل يا دكتور. النوع ده لازم تحترمه حضرتك وانت ماشي. والله بحترم وانا واقف في البلكونه مش في الشارع يعني. خليني انطلق من كلام حضرتك لحاجه مهمه كنت عايز اقولها. اتفضل. هو ايه مهنه الطب البيطري وماذا تقدم للمواطن؟ هي بتحافظ زي ما قلنا على المواطن، بتعمل وقايه، بتقدم غذاء صحي وامن، لان اي غذاء من منشا ذا اصل بروتين حيواني هو الطب البيطري هو المسؤول عنه. تمام. بيكافح الوبائيات. طيب الطب البيطري ده شيء عظيم يا دكتور، بس خليني بس في موضوع الكلاب، ارجوك بس خليني بس في موضوع الكلاب، عشان فكره يعني بتاع الرخصه اللي بتبقى، معلش انا هنتكلم على الطب البيطري ونعمل له حلقه لوحده، ولكن فكره الرخصه المعدن اللي هتبقى دايما متعلقه في طوق في رقبه الكلب. تمام. وفكره الكمامه دول دايما هيبقوا موجودين في اصلا في الكلب، فهل ده ممكن يسبب اذى للكلب؟ هل ممكن شيء مثلا يعني حد من مقتني الكلاب ممكن يتضايق من هذا الامر؟ ما اعتقدش، لان هي بتتعمل بطريقه صحيه وامنه وهي موجوده اوريدي، بس ما كانش حد ملتزم بها كتير. ما كانش حد ملتزم. هل في مثلا هل في رقم يا دكتور لعدد الكلاب الشرسه في مصر عموما وعدد المرخص منها؟ ده موجود وما فيش احصائيات معموله بشكل رسمي، لكن في يعني احصائيات غير رسميه بتقول ان ممكن يكون عدد الكلاب اللي هي مقتناه من قبل حائزين يعني يصل لمليون حيوان. مليون. واللي هم في الشوارع، لان القانون بيستند على 3 اسس على فكره. لو حضرتك قريت بنود القانون هتلاقي ان البند الاولاني الحيوانات الشرسه مظبوط، وزي الاسود وحاجات زي كده. اه. والحيوانات اللي هي بتقتنى وترخص، وكلاب الشوارع اللي هي موجوده مالهاش صاحب. ده لا ده احنا هنيجي برضو هيكون لنا اكيد لقاء مع حضرتك بخصوص كلاب الشوارع دي برضو، لان دي قصه ثانيه برضو لازم نتكلم فيها. فبشكرك للان يعني دكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين، شكرا.